تونس بيها. إلي أنا طلياني، طلياني مقطر. أنا جيت لهنا باش نقرأ، نقرأ العربية في بورقيبة سكول. قريت برشا، قريت العربية الفصحى 5 سنين وتونسي عامين قبل ما جيت لهنا. معناها أنا أدرس الفصحى، العربية الفصحى. البلايس معناها تقريبا كيف كيف، خاطر أنا من سيكلية سيسيليا معناها، وما لا تشبه برشا بتونس معناها. مسيو أنت تونسي تعيش في إيطاليا؟ إلي أنا طلياني، طلياني مقطر. وشنو علاقتك بتونس؟ اي معناها انا جيت لهنا باش نقرا، نقرا العربيه في بورقيبه سكول. سينس وين؟ سينس بدايه من الشهر معناها. اي عندي الامتحانات اليوم الاثنين، فا اي جيت لهنا باش نقرا. اي فيل لايك يو سبيك عربيك فلوينتلي. اي معناها بطلاقه، اما قريت برشا، قريت العربيه الفصحى 5 سنين وتونسي عامين قبل ما جيت لهنا معناها. إيه؟ انت زيد جيت باش تقرا عربيه في تونس؟ انا ادرس الفصحى، العربيه الفصحى. وشنو سر اهتمامكم بالعربيه الفصحى؟ انا نحكي على روحي معناها، معناها بسبب صاحبي هو معناها يحكي عربي، ومعناها انا زادة كيف ريت، ومعناها كنت عندي الشغف بالعربيه معناها. ايه وكم دي مود على باسيون بالعربي؟ ما اعرف. عجبتك؟ تبياش؟ ايه كثير. وشو اللي عجبكم في تونس؟ سيدي بوسعيد، المرسى، عجبوني زادة لاغولات. عندكم برشا بلايص مزيانين، مشيت زادة جمارت، بنزارت. اي البلايص العباد زادة معناها مزيانين معانا معناها. اي بالحق العباد باهين، اللي تصرفوا معاكم بالباهي. اي باهين باهين، التصرفات نتاعهم معناها باهي الاخر. وقد ايش تقعدوا في تونس؟ حتى نهار 29 انا، وهي بعد نهارين بعد اللي انا نمشي تمشي هي زادة معناها. وترجعوا العام الجاي باش تكملوا تقراوا؟ ان شاء الله باش نرجع باش نعمل المستوى الخامس معناه، المستوى ما في النهايه معناه. وشنو انهي اللي خير، ايطاليا ولا تونس؟ على شنو، على الخدمه وفلوس بالنسبه لي ايطاليا، اما البلايس معناه تقريبا كيف كيف، خاطر انا من صقليه سيسيليا معناه، وما لا تشبه برشا بتونس معناه. وانت منين؟ من ايطاليا. روما. وتحس فما اوجه شبه ما بين تونس وايطاليا؟ اوجه شبه ما بين تونس وايطاليا. ربما. و when you come back to Tunisia you will come back or not sir؟ ايه انا نحب نرجع معنا، اما ايه ان شاء الله نرجع على قريب زادة. كيف تبدا معنا الدوره في المدرسه معنا انا نرجع. And you will promote Tunisia in Italy. ايه اكيد 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 اكيد. ايه تونس بيها.